بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش معكم موضوع مقترح كاختبار للفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط. إذن وهذا هو الموضوع المقترح، يعني خلاص هذا قمنا بمعالجته. سنرى الموضوع الموالي، إذن مع الموضوع الثاني مثل ما ذكرنا الوضعية الأولى. يقول إليك الجملة المبينة في الشكل المقابل. مما تتكون الجملة؟ تتكون من الشمس وخلية كهروضوئية ومحرك وسيارة بطبيعة الحال. إذن لدينا، يقول في المطلب الأول، أنجز السلسلة الوظيفية التي تسمح بتشغيل السيارة. إذن وأعطى لنا مكونات الجملة ونعبئ الخانات بأفعال الحالة وأفعال الأداء المناسبة. إذن فالشمس تلتهب أو تتوهج، هذا فعل حالتها، ويؤدي ذلك إلى تنشيط الخلية، والخلية تقوم بتدوير المحرك، يعني هذه أفعال الأداء، أفعال الحالة معذرة، و السيارة ستتحرك. إذن بالنسبة لأفعال الأداء، الشمس تنير الخلية، إذن قلنا الخلية تنشط، لما تنشط الخلية تغذي المحرك، المحرك يدور، ولما يدور فإنه يحرك السيارة، السيارة تتحرك. إذن هذا بالنسبة للسلسلة الوظيفية. ثم أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة لها. إذن فلدينا الشمس تتوهج أو تلتهب، هي طاقة داخلية E، يعني تخزن طاقة داخلية، والمحرك حينما يدور يخزن طاقة حركية، قبل ذلك الخلية تخزن طاقة داخلية حينما تنشط، والسيارة حينما يشغلها المحرك أو يحركها فإنها تتحرك، إذن طاقة حركية كذلك. إذن هنا الطاقة المحولة من الشمس إلى الخلية هي طاقة إشعاعية أو تحويل إشعاعي، ومن الخلية إلى المحرك تحويل كهربائي، ومن المحرك إلى السيارة تحويل ميكانيكي. يقول في المطلب الثالث، إذا علمت أن استطاعة تحويل محرك السيارة هي 4500 واط، احسب الطاقة المستهلكة للمحرك بالواط ساعي خلال ساعتين. إذن لدينا قانون الطاقة، الاستطاعة P يساوي E على T، ومنه نستخرج قانون الطاقة E يساوي P ضرب T. نطبق عدديا، E يساوي 4500 واط مضروبة في 2 ساعة، فتكون الطاقة E تساوي 9000 واط ساعي. نمر إلى الوضعية الثانية. إليك التركيب التالي. يقول إذن لدينا مخطط لدارة كهربائية، كيف نسمي العنصر D وما وظيفته؟ ثم عند غلق القاطعة ماذا يحدث في هذه الدارة؟ 2، بعد تعديل بسيط في الدارة يتوقف مؤشر جهاز الأمبيرمتر عند التدريجة 50، علما أن المعيار المستعمل هو 500 ميلي أمبير، وسلم الميناء يحتوي على 50 تدريجة المطلب. ألف، أحسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة، علما أن خلاص ذكرنا المعيار. ثم لقياس التيار الكهربائي في المصباح، ما اسم الجهاز المستعمل في ذلك وكيف يربط في الدارة؟ إذن العنصر دي هو صمام ضوئي، وظيفته هي السماح للتيار الكهربائي بالمرور في اتجاه واحد كما ذكرنا في الدرس. عند غلق القاطعة ماذا يحدث؟ عند غلق القاطعة لا يتوهج المصباح، ولا ينحرف مؤشر أمبير متر، ولا يتوهج الصمام الضوئي. ثالثا، حساب شدة التيار. الشدة تساوي القراءة في المعيار على السلم. شدة التيار A تساوي القراءة في المعيار على السلم. نطبق
القراءة شدة التيار تساوي القراءة قال لنا 50 تدريجة، العيار أو المعيار 500، السلم 50، إذن 50 في 500 تقسيم 100، الناتج يكون A يساوي 250 ميلي أمبير أي 0.25 أمبير. إذن هذا بالنسبة لشدة التيار التي يقرأها هذا الجهاز أو يشير إليها هذا الجهاز. ثم بعد ذلك لقياس توتر الكهرباء بين طرفي المصباح يستعمل جهاز الفولتمتر الذي يربط على التفرع مع المصباح. نمر إلى الوضعية الثالثة، الوضعية الإدماجية. يقول يحتوي منزل محمد على العناصر الكهربائية التالية: مبرد دلالته 200 واط، وفرن كهربائي دلالته 1000 واط، وتلفاز دلالته 200 واط، ومكواة 1000 واط، وثلاث مصابيح وثلاجة معذرة وثلاجة وثلاث مصابيح ب 100 واط، وثلاجة ب 1000 واط، وكمبيوتر ب 200 واط، وسبع مصابيح ب 75 واط، ومجفف شعر ب 300 واط، ومدفأة كهربائية تحتوي على ثلاث مسخنات، استطاعة كل واحد منها هي 600 واط. إذا علمت أن الاستطاعة التي توفرها شركة صنع الغاز لهذا الزبون هي 6 كيلو واط، المطلب الأول احسب الاستطاعة الكلية للأجهزة. هل يمكن لمحمد أن يشغل كل هذه الأجهزة الكهربائية في نفس الوقت؟ علل. اقترح حلين على محمد لكي يتمكن من شغل كل الأجهزة في نفس الوقت. 2. شغل محمد في غرفته تلفاز ومبرد لمدة ساعة. احسب الطاقة الكهربائية المحولة بهذين الجهازين بالواط ساعي ثم بالكيلووات ساعي، احسب تكلفة تشغيل الجهازين لمدة 1 ساعة في اليوم. إذا علمت أن ثمن الكيلووات هو ثمن الكيلووات ساعي هو 2 دينار. إذن الاستطاعة الكلية للأجهزة مثل ما رأينا PT يساوي 200 ضرب 3، يعني هنا لدينا 3 أجهزة دلالة كل منها 200. إذن هذا الجهاز الأول وهو المبرد، ثم التلفاز 200، ثم الكمبيوتر 200. إذن لذا ضربنا، يعني كأننا جمعنا 200 3 مرات، يعني 200 في 3 زائد 1000 في 3. لماذا 1000 في 3؟ لأن لدينا فرن كهربائي ب1000، ومكواة ب1000، وثلاجة ب1000. ثم بعد ذلك جمعنا الجداء 7 في 75، لدينا 7 مصابيح بدلة 75 والميكوات تحتوي على 3 سخانات 3 مسخنات، كل واحد به منها استطاعته 600 ضرب 600 في 3 زائد 300. هنا لدينا 300 ومجفف الشعر 300، نسينا 3 مصابيح، يعني نضيف 300 أخرى، نضيف 300 أخرى إلى هذه العملية وهي 3 مصابيح بدلالة 100. إذا نجد الناتج الإجمالي سوف يكون 2525 بدل 2000 بي تي يساوي 6525 واط، يعني 6525 بدل 6225. قلنا نسينا 300 للمصابيح 3، إذا نستدرك هذا الخطأ. ثم قال لا يمكن تشغيل كل هذه الأجهزة، يعني هل يمكن أن يشغل كل هذه الأجهزة في آن واحد؟ لا يمكن أن يشغل هذه الأجهزة في نفس الوقت. لماذا؟ لأن استطاعة التحويل الكلية لهذه الأجهزة تفوق الاستطاعة المتوسطة المتاحة في الشبكة، فالاستطاعة المتاحة هي 6 كيلو واط، ونحن تجاوزنا بهذه الأجهزة 6 كيلو واط. إذن يقول اقترح حلين على محمد لكي يتمكن من تشغيل كل الأجهزة في نفس الوقت. إذن الحل الأول يطلب من شركة توزيع الكهرباء والغاز أن تزوده باستطاعة متوسطة أكبر، مثلا بدل 6 كيلو واط تزوده ب 12 كيلو واط. هذا حل أول، يعني بتدخل طرف خارجي وهو الشركة الممونة للزبون، تغير له قيمة الاستطاعة المتاحة من 12 إلى من 6 إلى 12. الحل الثاني هو يستبدل المصابيح العادية بمصابيح في اللورية دلالة كل منها 25 واط، إلا أن أداءها سيكون معادلا في إضاءتها للمصابيح العادية، بمعنى يستبدل المصابيح السبعة ذات 75 واط، وكذلك يستبدل حتى المصابيح ذات دلالة 100 واط لحل هذه الإشكالية.
وبالتالي ستكون مجموع أو الاستطاعة الإجمالية لا تتجاوز 6 كيلووات، وبالتالي تشتغل كل الأجهزة في آن واحد. ثم بعد ذلك يقول احسب الطاقة الكهربائية المحولة بهذين الجهازين، يعني وهما المبرد والتلفاز، عندما يشغلان معا لمدة ساعة واحدة. إذن أولا حساب الطاقة التي يحولها الجهازان خلال واحد ساعة بالواط ساعي. إذن لدينا القانون يقول E يساوي P ضرب T، نطبق 400 واط في واحد ساعة. إذن 400 واط هي الاستطاعة الإجمالية للجهازين التلفاز والمبرد، نطبق ونجد E يساوي 400 واط ساعي. ثم نحول هذه الاستطاعة المحولة إلى الكيلووات، نقسم على 1000 نجد 0.4 كيلووات ساعي، 400 تقسيم 1000 يساوي 0.4 كيلووات ساعي. الآن تكلفة استعمال الجهازين خلال الساعة الواحدة، يعني ماذا يكلفان أو يكلف استعمالهما لمدة ساعة. إذن لدينا المبلغ يساوي الطاقة المحولة في سعر الوحدة، نطبق سعر الوحدة، الطاقة المحولة هي 0.4 كيلووات ساعي مضروبة في 2 دينار، نجد الناتج هو S يساوي 0.8 دينار. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. وقبل أن نختم اقترحنا عليكم هذا الموضوع الثالث، يعني لتقوموا أنتم بإنجازه بأنفسكم. لدينا جدول يطلب منا أن نتممه، أكمل الجدول. نمط تخزين طاقة، رمز تخزين طاقة، نمط تحويل طاقة، رمز تحويل طاقة. لدينا دوران الدينامو أعطى لنا هو طاقة حركية، ونحن نضع الرمز. ثم نمط تحويل طاقة، تحويل كهربائي، نكتب الرمز كذلك. توهج مصباح طاقة داخلية نعطي لها الرمز. ثم نذكر التحويل، لدينا تحويلين. وفي الترميز أعطى لنا ER وسنتمم الباقي. دوران عجلة السيارة، نمط التخزين، وأعطى لنا الرمز OC، ونمط تحويل الطاقة، وهكذا. سقوط حجر يقول كامنة ثقالية زائد حركية، نعطي الترميز. استطالة نابض كذلك أعطى لنا الرمز، ونحن نذكر نمط التخزين. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. ثم في الوضعية الثانية، مصباح كهربائي يحمل دلالتين 75 واط و 220 فولت، يشتغل 5 ساعات يوميا. ماذا تمثل هاتين الدلالتين؟ تجيب على الدلالتين. ثم المطلب الثاني، احسب الطاقة المحولة بالكيلووات ساعي خلال هذه المدة الزمنية بطبيعة الحال خلال 5 ساعات. ثم تعبر عن الطاقة المحولة بالجول ثم بالكيلو جول. ثم تحسب ثمن الطاقة المحولة خلال شهر، إذا كان ثمن الواحد كيلووات ساعي يقدر ب 3 دينار مع أنه يشتغل يوميا بمعدل 5 ساعات. إذن وضعية بسيطة في المتناول. الوضعية الإدماجية، ذهب علي إلى بيت صديقه عمر فلاحظ وجود السخان الكهربائي للماء في المطبخ، وكان دائما ما يشكو من فاتورة الكهرباء المكلفة. فقال علي لعمر، لماذا لا تستبدلون هذا السخان بآخر يعمل بالطاقة الشمسية؟ فبلادنا تسخر بكمية هائلة من هذا النوع من الطاقة وهي أقل تكلفة. واحد، المطلب الأول، يعني ما هي السلسلة الطاقوية للسخان الكهربائي الماء مع ذكر التحويل المفيد وغير المفيد، وما هي الحاصلة الطاقوية؟ ما هي السلسلة الطاقوية للسخان الماء الذي يعمل بالطاقة الشمسية مع وجوب استعمال البطارية كمدخرة ولا مدخرة للطاقة؟ إذن نترك لكم هذا الموضوع لتقوموا بحله وإنجازه بأنفسكم، ثم إن اقتضت الضرورة أن نعالجه لاحقا إلى ذلكم الحين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.